هل حقيقة هدم الرومان الهيكل الثاني؟ وهذا الهيكل الثاني أين كان؟ لا ثورة يهودية ضد الرومان، ولم يكن الرومان في فلسطين، ولم يحرق الرومان الهيكل، هذه كلها خزعبلات لا أساس لها. الرومان لم يحتلوا بلاد الشام إلا عام 63 قبل الميلاد. لا نملك أي نص باللغة العبرية من سفر المكابي. كلمة كافر التي ترد حتى في القرآن لا تعني الذي لا يؤمن بالله، بل الذي ارتد عن الشريعة اليهودية.